بعد أن ضاقت به الأرض بما رحبت لم يجد سوى أبواب دار المسنين حينها لتأويه. أسطورة عراقية وأحد القامات الوطنية وهو الشاعر الكبير كاظم السعدي، من جديد يشغل العراقيين والرأي العام عبر منصات التواصل وفي السوشيال ميديا بشكل عام. الشاعر ظهر بمقطع فيديو مصور يبدو على ملامحه الإرهاق والتعب والشكوى والألم والحسرة، وهو يتحدث عن رحلة دخوله لدار المسنين الإيوائي في حينها وتدهور حالته الصحية، ونقل على إثرها إلى المستشفى في الوقت الذي كان لا يملك القدرة على سداد المال، ولكن لو خليت قلبت. سيدة عراقية وأحد مشاهير السوشيال ميديا في العراق، الشاعرة شهد الشمري، كانت لها وقفة رجال مع هذا الأستاذ الجليل والشاعر العراقي الرائد المعروف. كيف؟ لنتابع ما فعلته شهد وأمين على لسان الشاعر العراقي كاظم السعدي. السيدة شاعرة رائعة شهد الشمري كان موقف جليل ورائع، ومو بس هاي المرة وقفت معي في بغداد حين كنت في دار المسنين، وجابت لي مبلغ من المال 5000 دولار، وتأخر راتبي ونمت مستشفى، وطلعت من المستشفى وبعثت لي 10000 دولار. موقف لا ينسى. موقف لا ينسى، هكذا وصف الشاعر كاظم السعدي وقفة الشاعرة العراقية شهد الشمري معه في ضيقه، بعد أن دعمته ماديا ومعنويا وأهدته مبلغ مالي بلغ 15000 دولار، بينما كان يواجه ظرفا صحيا طارئا وتأخرا باستلام راتبه التقاعدي، إضافة إلى تعرضه للتهميش والنسيان. السعدي عرف بأنه شاعر غنائي وطني رومانسي، كتب لعدد من المطربين العراقيين والعرب، ومن بينهم الفنان العراقي كاظم الساهر والفنان حسين الجسمي وأغنيته الشهيرة كلنا العراق. فمسيرته الفنية تجاوزت 50 عاما. الآن نقرأ لكم ردود الأفعال والتعليقات على ما فعلته شهد وتلك المبادرة التي لاقت إعجابا وثناء كبيرين من قبل المتابعين. التعليق الأول سيكون من عبير الجبوري، تقول: يما الشاعر الكبير كاظم السعدي، هذا مصيره مع الأسف يكسر القلب والخاطر على كبرته ومحد بحاله المسكين. ويا شهد الشمري موقفها حبيبتي وما قصرتي، بنت أصول ووقفاتك تشهد لك بيوم الدين، وشاعرنا الكبير يستاهل. تعليق آخر من رجاء جبار، تقول: كاظم السعدي من التسعينات يكتب للفنانين العرب، يعني يستلم بالدولار بالوقت اللي كان العراقي يعيش حصار قاتل. الغريب ليش ما لام نفسه وبحسب حساب أو يحسب حسابه هيك الساعة؟ الله لا يحوجك لأحد، ويا ريت الحكومة تلتفت إليك وتساندك. تعليق من عباس الصدري، يقول: ما الذي أوصلك لهذا الحال؟ لو كنت بغير دولة متأكد راح تعيش برفاه على ثقافتك وشعرك وإبداعك. للأسف هذا ما يحدث لكثير من المبدعين العراقيين وكبار السن في بلد ينبغي أن يحافظ على مثقفيه ويمنح الإنسان أبسط حقوقه. عاشت إيد الشهودة، كبرت بعيني بعد وقفتك هاي.